اليوم غادي تمشيو معايا نضربو دويره للعين، العين سردون كالعاده، وخاصه بني ملال اللي في الغربه، لدبو عشوش والصمعه والقصبه وبفتوح والمسيره وكاستور والعامريه ولاد حمدان، وكل ملالي كيموت على بلاده. منتزه عين سردون هذا الفضاء الطبيعي واللي ارتبط ارتباط وثيق بذاكرة بني ملال وسكانها، ونقطة جذب سياحي متميزة بتنوع مناظرها الطبيعية الغناء وحدائقها البديعة وشلالات مياهها العذبة. يشهد موقع عين سردون الممتد على أزيد من 20 هكتار والمصنف كتراث وطني منذ سنة 1947، شهدت السنة هذه والسنة الماضية أعمال تأهيل وترميم وإصلاح حدائق وبنياته الأساسية. كيتجلى هذا التأهيل في غرس الأشجار والورود والنباتات بمختلف أنواعها لتجديد حدائق المنتزه، وتصميم مساحة خضراء جديدة ونقاط محل لبيع المنتجات الغذائية، وكذلك ترميم وإصلاح شلالات الموقع وإقامة مركز للأمن الوطني وآخر للسلطات المحلية والقوات المساعدة من أجل تعزيز أمن وسلامة الزوار. وفي يناير من هذه السنة هذه تم تدشين فضاء ألعاب الأطفال بموقع عين سردون، كما تم إعطاء انطلاق الأشغال المتعلقة ببناء متحف للتعريف بالتراث الثقافي لمدينة بني ملال، ومركز معلومات الاستقبال، وتهيئة فضاء للقراءة، وبناء مقهى بانورامي، وتهيئة السواقي والجسور، وتهيئة وفتح مسلكين للراجلين يربطان عين سردون بسيدي بو يعقوب وبعين تام قنونت، وكهرباء هذين المسلكين وتقوية إنارة الموقع وإحداث 25 كشك وبناء قاعة للصلاة وإعادة تهيئة الأحواض المائية وإحداث نافورة وتهيئة القصر كفضاء للعروض الفنية. وكيدخل هذا البرنامج هذا ضمن الاتفاق الإطار التعاون المغربي السويسري الموقع في شهر يونيو المنصرم بين كتابة الدولة في الاقتصاد السويسري والشركة المغربية للهندسة السياحية بغلاف مالي كيتقدر ب 39 مليون درهم. ونخليكم تمتعوا بسحر وجمال الموقع
وتقفوا على أشغال تهيئة واللي بدأت منذ أيام في هذا الفضاء الفريد والمتميز واللي يمكن لنا نفتخر به إحنا كملاليين. Thank you.
Thank you.